في سوريا نحن لا نزال نشعر بقلق بالغ، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون جدا. نحن نعمل بشكل وثيق مع السيد الأخضر الإبراهيمي المبعوث العربي والدولي إلى سوريا. لقد تحدثت معه قبل يومين لتقديم الدعم له ولمهمته الجديدة. كذلك تحدثت مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وزملاء آخرين في المنطقة. وأنا أعلم أن مفوضات المساعدات الإنسانية كريستالينا غورجيفا تعمل مع منظمات غير حكومية بجهد كبير لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري.